قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان إلزام الجامعات الأهلية بتدريس اللغة الكردية في المرحلة الأولى ابتداء من العام الدراسي الحالي، واعتبار ذلك شرطا لتجديد العقود التدريسية للأكاديميين. ورحبت الجامعات الأهلية والتي ينخرط فيها آلاف الطلبة والأكاديميين من جنسيات مختلفة لتجديد اللغة الكردية القرار، معتبرة أنه يوفر أرضية للتحاور بين منتسبيها من جهة وبينهم وبين محيطهم من جهة أخرى. عبد الحميد الزباري. أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان اللغة الكردية ضمن مناهج الجامعات الأهلية في مشروع خاص على خلفية تواجد الآلاف من الطلبة والأكاديميين العرب والأجانب وغيرهم من القوميات الأخرى التي لا تتقن الكردية. المشروع الذي سيبدأ العمل به مع العام الدراسي الجاري يلزم الجامعات بإدراج هذه المادة ضمن مناهج جميع الكليات وفي المرحلة الأولى، وأن يكون أحد شروط تجدد العقود التدريسية للأكاديميين. وجود المواطنين العرب أشقاء العرب في الوسط والجنوب بإقليم كردستان صارت واقعي، من حوالي مليون وكم نصف مليون موجودين هناك وعندهم أطفال ويروحون للجامعات وللجامعات الأهلية. فهذا مشروع وطني، لأن بصراحة اللغة الكردية بالإقليم هو اللغة الرسمية الأولى. الجامعات الأهلية في كردستان العراق التي أغلبها الدراسة فيها باللغات الأجنبية كالإنجليزية والعربية رحبت بالمشروع من أجل إيجاد نوع من الحوار الثقافي بين طلبتها الذين هم غالبا من الجنسيات المختلفة. نعتقد أنه على الطلبة الاستفادة من ثقافة الآخرين وإيجاد نوع من الحوار فيما بينهم، لهذا نحن ندعم هذا القرار وقمنا بأخذ الاستعدادات لتطبيق هذا المنهج. يتوافد على الجامعات الأهلية في كردستان كل عام العديد من الطلبة في مناطق أخرى من العراق أو الذين نزحوا مع عائلاتهم، الذين يرون إن تعلم لغة المنطقة بمثابة بوابة للتواصل مع أقرانهم. طبعا هي خطوة مهمة للأكراد، أنه الطلاب اللي جايين من غير بلد لو من خارج كردستان أنه يتعلمون الكردي حتى يكون التواصل وياهم سهل. أنا أشوفه شيء كل زين، يعني أول شيء وأهم شيء حتى العلاقات بين الطلاب بين العرب والأكراد شوية تحسن، وواحد يقوم يفتهم على الثاني. وتشير إحصائيات وزارة التعليم العالي الكردستانية إن ما يقارب 20,000 طالب وطالبة تم قبولهم في الجامعات الأهلية هذا العام، أغلبهم ليسوا من القومية الكردية. إدراج اللغة الكردية ضمن مناهج الجامعات الأهلية خطوة يراد منها تعزيز العلاقة بين المكونات العراقية، لكن هذه الخطوة ستبقى غير مكملة إن لم يقابلها خطوات أخرى لدعم اللغة العربية للناطقين بالكردية. عبد الحميد زيباري، الحرة، أربيل.